وينضم إلينا من غزة حازم البنا مراسل الغد. حازم، يعني هلك أن تطلعنا كيف جاء الاحتفال هذا العام أو هذه المرة في ظل تفشي كورونا؟ يعني أولا صباح الخير على الجميع. حقيقة الذكرى 44 ليوم الأرض هذا العام تأتي على الفلسطينيين في أجواء حزينة ويعني متوترة، وتسودها القلق والحذر على اعتبار بأن هذه الجائحة بالفعل وصلت إلى الأراضي الفلسطينية، وهي تمنع في هذه الذكرى الفلسطينيين من التعبير كما كانوا يعبرون دوما عن مدى عمق ارتباط الأرض بهم من خلال مجموعة من الفعاليات الوطنية والمسيرات، وحتى يصل الحال إلى إعلان الإضراب وأيضا الاشتباك مع جنود جيش الاحتلال في مناطق التماس، سواء هنا في قطاع غزة عبر مسيرات العودة كما شاهدنا في الأعوام الماضية، أو في مناطق الضفة الغربية والقدس ومناطق الشتات. لذلك هذا العام، وعلى اعتبار بأن يعني ظروف الطوارئ العامة في الأراضي الفلسطينية حالت دون القيام بهذه الفعاليات المعتادة، اقتصرت هذه الفعاليات على إحياء يعني الذكرى داخل البيوت عبر دعوة الفصائل الفلسطينية لرفع الأعلام الفلسطينية من فوق المنازل، التغريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هنا في قطاع غزة سيكون مؤتمر للهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة كما يطلق عليها، للتذكير بأهمية استمرار النضال من أجل الحفاظ على الأرض والوجود الفلسطيني، وهي العنوان الأبرز. الأرض والوجود الفلسطيني اليوم هو العنوان الأبرز، سواء فيما يتعلق بكيفية مواجهة الفلسطينيين لفيروس كورونا، حماية الأرض وحماية الإنسان. هذه ربما هناك مقاربات كثيرة بين الكورونا وذكرى يوم الأرض، على اعتبار بأن الإنسان الفلسطيني اليوم حماية صحته هي عنوان أساس في هذه المواجهة، وحماية أرضه من محاولات الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول اليوم أن يستغل أزمة كورونا للذهاب باتجاه مسار تشكيل حكومة طوارئ، أحد أهم أهدافها استمرار تنفيذ بنود صفقة القرن، ويعني محو تكتلات بشرية في مناطق المثلث الذي انطلقت منها يعني شرارة الغضب في ذكرى يوم الأرض، على اعتبار بأنهم لم يعتبروا في اتفاق أوسلو ركن أساسي من الشعب الفلسطيني، ويحاول الاحتلال الإسرائيلي يعني طمس معالم هذه المناطق، وأيضا يعني القيام بمرحلة أخرى من الترانسفير الفلسطيني عبر تنفيذ بنود الصفقة. لذلك دعوات الفصائل اليوم، حافظوا على إحياء هذه الذكرى في بيوتكم، غردوا عبر الهاشتاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عرفوا أبنائكم بأهمية التمسك بذكرى يوم الأرض، ولتكن هذه الذكرى محطة جديدة للذهاب أكثر باتجاه تعميق الوحدة الفلسطينية، على اعتبار بأننا اليوم جميعا كفلسطينيين وكمجتمع بشري في كل العالم نواجه أزمة البقاء، القدرة على البقاء على قيد الحياة. لذلك يجب على الفلسطينيين كما تقول فصائل أن يستثمروا هذه الذكرى في الحفاظ على الأرض والحياة الفلسطينية والوجود الفلسطيني. البنا مراسل الغد من غزة، شكرا جزيلا لك.